سنتطرق مع أولياء التلاميذ إلى ملفات هامة وثقيلة في قطاع التربية الوطنية، وسنعالجها إن شاء الله بالكيفية اللازمة وبالنوعية اللازمة، وكذلك في الأجال المطلوبة والمحددة من طرف السيد الرئيس. وأذكر منها ثقل المحفظة التي يلح السيد الرئيس على معالجتها في أقرب الأجل الممكنة، كذلك تخفيف المناهج والبرامج لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي، وكذلك الزمن المدرسي أو الوثائق المدرسية، كلها ملفات سنخبر شركائنا الاجتماعيين من أولياء التلاميذ على المراحل التي بلغنا فيها هذه الملفات، وكذلك سنستأنس برأيهم بهذا الخصوص.